أخبار اليوم. هذا المثلث الذهبي على ذكرك؟ نحن في سبيلنا إلى أن نحققه بجدارة ما دامت الإرادة قد توفرت والإدارة مع الإرادة. يمكن أنا قلت الزميلة لك في إحدى المحطات التلفزيون قبل كده لما قلت لها اكتبي الإرادة والإدارة، كتبتهم قدامها، قلت لها في فرق بين الاثنين؟ ما فيش فرق بينهم من حيث الحروف، من حيث المعنى، من حيث القدرة على أن نخاطب المستقبل بلغة تمكننا من أن ندخل في معية هذا المستقبل الواعد. ونحن في مصر لدينا، يعني أنا أقول لحضرتك حاجة معلش كده، أنا أحد جنود حرب أكتوبر. أنا شفت في حرب أكتوبر اللي أسهمت فيها بشرف كيف استطيع الإنسان المصري أن يحقق المعجزات. نعم أستاذ سمير معوض خبير الاقتصاد البحري، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدين ما زلنا نتابع حتى هذه اللحظة مراسم إطلاق إشارة البدء لمشروع تنمية شرق بورسعيد، وما زلنا نتابعه الآن. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.